لكن أتحول إلى السيد عثمان مرغني الذي انضم إلينا مرة أخرى. سيدي، أنت استمعت إلى جزء من هذا التحليل الذي جاء من خلال السيد صلاح خليل فيما يتعلق بهذا البعد السياسي ما بين الداخل الفاعل السياسي وبين المعارك الدائرة، حتى وإن كانت تميل على طرف على حساب طرف آخر، هل تتفق معه؟ نعم، يعني البعد السياسي مهم جدا في هذه الحرب، ونبهنا له منذ اليوم الأول. للأسف الشديد كان يجب أن يبدأ العمل السياسي الذي يمكن أن ينهي هذه الحرب منذ بداية يومها الأول. تأخر كثيرا التدخل السياسي وجاء بعد أن اشتعلت. تتحدث عن التدخل السياسي الداخلي أم الخارجي؟ الداخلي، أنا أتحدث عن الداخلي أولا. ما هو في النهاية هناك ارتباط بين الداخلي والخارجي. نقطة الارتباط هي في بعض القوى السياسية التي تعتمد أو تعول كثيرا على الخارج. أنا أعتقد أن التدخل السياسي مهم جدا لإنهاء هذه الحرب، لأن المفاوضات العسكرية بين الأطراف العسكرية ليست كافية. لابد أن يكون هناك قوة سياسية قادرة على استخدام الوسائل السياسية للوصول إلى توافقات تنهي هذه الحرب. هنا أحتاج إلى سؤال للتوضيح. ما هي الوسائل التي تمتلكها الأذرع السياسية العاملة أو التي لها صلاحية العمل داخل السودان في التدخل في ظل هذا الاشتباك المحتدم؟ نعم، هذا سؤال جيد جدا. الوسائل، أولا يجب الإقرار بأن الحرب هي حرب سياسية، يعني هي حرب ليست على خلافات عسكرية بين الطرفين العسكريين كما يشاع في بعض الأحيان. هذه الخلافات نشأت منذ البداية في الاتفاق الإطاري، خلافات سياسية أدت إلى انقسام سياسي بين القوى المدنية. القوى المدنية كل قوة أو كل مجموعة استعانت بقوة عسكرية، فأصبح هناك انقسام عسكري على قضايا سياسية. فطالما أن القضايا سياسية وأن الحرب نشأت على هذه الرايات السياسية ولا تزال مرفوعة فوق الحرب رايات سياسية، فالأوجب أن تعالج من هذه الزاوية. للأسف الشديد القوى السياسية السودانية تعاني من شيئين. أولا الضعف البنيوي في هذه القوى، هي ضعيفة من داخلها، بمعنى أنها قبل أن تلجأ لأي طرف آخر، قبل أن تحاول أن تخوض في أي قضية، هي أن تعاني من ضعف داخلي. هياكل هذه القوة ضعيفة جدا، قدرتها على التعامل، وأسهب أكثر من ذلك حتى قدرتها على مستوى الأفراد والشخصيات القيادية ضعيفة جدا، غير قادرة على التعامل. للأسف الشديد أدى هذا إلى استغلال هذه القوة خارجيا، أصبحت هي مطية للأجندة الخارجية. أحيانا يتم استخدام هذه القوة الخارجية السياسية حتى بغفلة منها، يعني أحيانا هي تؤدي أدوار دون أن تعلم حقيقة هذه الأدوار. إجابة على سؤالك، لو كانت هذه القوى السياسية راشدة قادرة على بناء توافقات وقواسم مشتركة بينها، يمكنها أن تتوصل إلى اتفاق سياسي يمكن أن يكون هو خاتمة هذه الحرب. الآن الذي يمنع هذه الحرب أن تقف أن هناك لا يزال قوى سياسية وقوى عسكرية وقوى دولية وقوى إقليمية تعول على اتفاقات ما بعد الحرب أولا قبل إنهاء الحرب، وظهر ذلك في بعض البيانات التي تحدثت. يعني هناك اشرح بيان، هذا الأمر لو تكرمت. نعم، هناك بيان صدر من الجانب الأمريكي أكثر من مرة استخدم فيه عبارة دقيقة جدا وللأسف لم ينتبه لها أحد، استخدم فيه عبارة اليوم التالي. قال أنه يجب أن نناقش بصورة دقيقة جدا ما الذي سيحدث في اليوم التالي. اليوم التالي مقصود ما بعد الحرب، وهذا الأمر مؤثر جدا على قرار إيقاف الحرب. الآن القوى العسكرية والسياسية كلها تحاول أن تجد لنفسها موطئ قدم بعد الحرب، وأن تضمن أن لا تنتهي هذه الحرب إلا بعد أن تضمن مقاعدها بعد الحرب، وهذا للأسف الشديد لا يمكن حله إلا عبر اتفاق سياسي. اتفاق سياسي أنا في تقديري هو اتفاق ربما بصورة مباشرة هو اتفاق تقاسم للسلطة. للأسف الشديد يعني هو ليس يعني خلافات على مصالح البلد. تقصد هنا سيد عثمان أن الحديث عن اليوم التالي هو من مغريات الاستيلاء على السلطة أو الدخول داخل حرم هذه السلطة في هذه المراحل الحرجة؟ وهل تتصور أن التدخل الأمريكي تغير بعد حرب غزة، بمعنى أن محاولات الوئام التي كانت تسعى إليها في هذا التوقيت ومحاولات الصلح حتى وإن تعددت بشأنها الساحات التي كانت تحتضنها في حين تغيرت، وتغيرت معها الاستراتيجية الأمريكية واستراتيجية من كان يدخل على خط المصالحة؟ السياسة الأمريكية في السودان تغيرت بصورة كبيرة، صورة جذرية يكاد يكون تغيرت 180 درجة، لكن ليس لذلك ارتباط، رغم أنها حدثت بعد غزة لكن ليس لها ارتباط مباشر بما حدث في غزة. أنا أعتقد أنها إعادة نظر للطريقة التي عالجت بها الولايات المتحدة الأمريكية ملف السودان خلال الفترة الماضية وأدت إلى تأجيج الأوضاع. الآن عادت النظر في ذلك من محورين. أولا إعادة النظر في القوى الإقليمية التي تتعامل مع الملف في الأزمة السودانية. كان هناك
تعمد لإبعاد الدور المصري ومحاولة دائما للانفراد بالأوضاع في السودان بعيدا عن مصر. الآن تغير هذا الوضع بصورة كاملة، الآن مصر هي جزء أو هي في صدارة الملف السوداني من الزاوية الدولية والإقليمية، يعني تقريبا هي الآن اللاعب الأساسي. وأنا أعتقد أن أمريكا أعادت النظر في هذا الجزء ورأت أنه الطريقة الوحيدة للتعامل مع الملف السوداني بصورة مؤثرة هو أن تكون مصر حاضرة في هذا الملف. هذا من جهة. من جهة ثانية أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت النظر في نظرها إلى في تعويلها على بعض القوى السياسية السودانية. كانت هناك نظرية أمريكية تعتمد على بعض القوى التي تدار بصورة مباشرة عبر تحالفات إقليمية ودولية، ولكن وهذا يعني سمعناه بصورة مباشرة من المبعوث الأمريكي، قال أن هناك إحساس بأن هذه القوى غير قادرة على حمل صوت الشارع السوداني. هذه العبارة التي استخدمت بصورة مباشرة، أنها غير قادرة على التعبير عن صوت الشارع السوداني، ولذلك من الصعوبة بمكان التعويل عليها وحدها، وأنه يجب فتح المجال لكل القوى السياسية بلا استثناء، وهذا بلا استثناء يشمل حتى المؤتمر الوطني، لأن هناك متغيرات كثيرة. حسابات الإدارة الأمريكية أن الأمر الآن يجب أن يتم التعامل مع كل القوى الفاعلة على الأرض التي يمكن أن تؤثر على الأوضاع، وأن الاتفاق الذي يجب أن يحدث اتفاق سياسي يجب أن يكون اتفاق شامل للجميع، وبعد ذلك يصبح هو نقطة الانطلاق. من يريد أن يثبت أن لديه جماهيرية أو أن الآخر ليس لديه جماهيرية عليه أن يلجأ إلى هذا الخيار، خيار التعامل المباشر مع الشارع السوداني وإثبات ذلك عبر هذه الآلية. وأنا أعتقد أن هذا التطور من شأنه أن يضع حدا للخلافات بين السياسيين، تأسيس أرضية مشتركة، منصة مشتركة بين القوى السياسية، يمكن على هدى هذه المنصة المشتركة أن تقام بعض التوافقات في المرحلة اليوم التالي، أن يكون هناك بعض الاتفاق على الطريقة التي تشكل بها حكومة مؤقتة انتقالية لإدارة البلاد حتى فترة الانتخابات، وأن يكون هناك توافق على أن تكون هذه الحكومة مستقلة غير حزبية، ليس لها علاقة على الإطلاق بأي من القوى السياسية الموجودة، وأنها قادرة فقط على إدارة هذا الملف لحين تسليم الأمر لحكومة منتخبة بعد الفترة الانتقالية.